احنا هاي الارض اراضينا وبدنا نروح عليها، ما حدا بيمنعنا. بدنا نشوف شو عملوا، بدنا نشوف شو عملوا. الشعب يعلي الصوت، احنا بنهاب الموت. الاستيطان 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 الاستيطان، عدو الارض والانسان، عدو الارض والانسان. بها الارض مغروسين، بها الارض مغروسين، بها الارض مغروسين. تفاجأنا بالامس انه مجموعه من المستوطنين طبعا بسرعة فائقة، يعني أنا كنت أراكم فيهم خلال ساعات بنوا عدة خيام وبركسات، كان حرس المستوطن معهم. إحنا ما قدمنا مبارحيات لأنه كنا نرتب على فعاليات مشان اليوم. البؤرة الاستيطانية موجود جزء منها، تم إزالة جزء منها. طبعا بالبداية أنكر الجيش وجود أي شيء، أنكر وجود أي إشي أو أي فعالية استيطانية بالأمس. بالليل تفاجأنا إنها يعني ها في حدا، بس بدنا نشيله، بدنا ننزله، وصبروا علينا وطولوا بالكم. فإحنا قمنا بهاي الفعالية اليوم مشان يشيلوا هاي البؤرة الاستيطانية، وراح نكون من فعاليات كمان، راح نكون إذا ما انشالتش، راح نكون وراح نظل مراقبين بالوضع. شايف علي؟ ومن هنا نناشد جميع المسؤولين التدخل لحل هاي المشكلة. هين حطوا مبارحيات كرفانات عنا، وحاطين حظيرة أغنام مشان يجيبوا راعي زي تاع الشاف شمرون ويظل يرعي فيها ويخرب المنطقة كلها. نفس الأسلوب قاعدة حاطط حظيرة فوق فيها للأغنام، بده يجيب أغنام مستوطن يأكل المنطقة زي ما أكل شاف شمرون. الضابط بكون ممنوع ولا واحد يفوت، ما فوتش إلا اثنين يشوفوا المنطقة هاي، بس اثنين من بيت ليد، وما حد من سفرين من بيت ليد. امبارح بدأوا بالعمل وبنوا خيمتين وتلاحق عملهم، عملوا حظيره، ويبدو الامور لا تتوقف عند هذا الحد، وحطوا ايضا العلم الاسرائيلي فوق هذه الحظيره، وما زالت الحظيره قائمه في المكان. بالتالي احنا الجيش هون بقول احنا مسؤولين على الامن، ما حدا راح يطلع بنمنع المستوطنين، بس المستوطنين اشتغلوا امبارحيات وما حدا منعهم. فبالتالي احنا هذه ارضنا ابا عن جد، ارض متوارثه من حقنا، وبالتالي احنا الاصل انه الجيش يكون احنا بصفنا ويمنع الناس اللي بدها تسرق اراضينا. سبقوا عملوا براكس على جدار المستوطنين هون، ما حدا منعهم، يعني هي موجود البراكس، ومن بعد البراكس صاروا يلاحقوا الناس في بالزيتون هم باراضيهم. بالتالي احنا انت بتكون مسؤول عن الامن الجيد، انت مسؤول حقك للامن، يعني انت المستوطنين قاعدين بالعزيم ما بدهم، بيطلعوا بخيلهم وبيطلعوا بحميرهم وبيطلعوا بجمالهم وبغنمهم، وبالتالي هذا الحكي يعني وين بده يصل؟